وختام مشوارنا مشاهدينا مع فقرة محببة لكل السيدات والصبايا يلي عم يتابعونا، رح نحكي عن الاكسسوارات الدهية اليوم بتعطي جمال اطلالاتنا بالوان مختلفة وقطع مميزة. واليوم نسمع كثير على السوشيال ميديا او على ارض الواقع عن كثير من المشاريع الهاند ميد وتحديدا بمجال الاكسسوارات، قد ايه في صبايا وسيدات عم يبدعوا بشغلهم، قد ايه يعني قد ايه حلو هذا المشروع يا فافو، قد ايه هو اليوم يمكن بحاجة لدعم كثير كبير كل ما الناس تعرف عن المشروع اكثر. صح هيدي اليوم كمان خصوصا كل السيدات والصبايا تماما بيحتاروا بيلاقوا صعوبات، شو بدهم يلبسوا اكسسوارات ويلبقوا على ملابسهم ان كانت صيفيه ولا شتويه، ولكن اليوم لكل صبيه عم تشتغل بهذا المشروع ممكن تساعد السيدات والصبايا باختيار الاكسسوار المناسب لملابسهم ولجميع المناسبات يلي هنن بدهم يحضروها. لهيك اليوم معنا مصممه اكسسوار متميزه ببصمتها وبشغلها يلي صار موجود معنا بالاستديو هي وياهن. معنا المصممه مايا علم، بدنا نقول لك صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بعد صباحك مايا، اهلا وسهلا فيكي. خبرينا هيك بدايه، حابين نعرف نحن والمشاهدين شو الجديد بعالم الاكسسوار كالوان كتصاميم اليوم خلال فصل الصيف. هلا نحن اليوم بصيف 2024 عم تكون الالوان، يعني مو ضروري نحن نكون عم نلبق الاكسسوارز على اللبس تبعنا. اليوم الاكسسوارات عم تكون هي يعني الوان الوان الوان، ما ضروري انه تكون نفس لون ثيابنا، يعني فينا مثلا نحن اليوم نلبس ثياب صيفيه الوان حلوه الوان مع اكسسوارز تكون غير لون تماما، يعني ما اليوم ما نحن عم نتقيد بالالوان مثل ما كنا نتقيد قبل مثلا ب 23 و 22. فاليوم ب 24 كله عم يحب الالوان، شيء مختلف تماما، شيء مختلف تماما عن قبل. صح تمام. طيب اليوم عم نشوف من خلال شغلك هذا الوان صيفيه وخلينا نقول موضه جديده، وكل الصبايا يمكن هلا عم نشوف اكثر شيء عم يلبسوا هي القصاص الخرز واللولو، عم يجمعوا على السبور على الشيك حتى او حتى على الرسمي، ممكن كمان عم نشوف عم يلبسوا خرز وعم يدخلوا هيك الامور ببعضها، خبرينا اكثر عن هي التفاصيل. صح نحن هلا صايرين حتى على اللبس الرسمي عم نختار اكسسوارز عم تكون هي خرز وعم ندخلها كمان شيء مثل الالمنيوم، فعم يعطوا الاثنين سوا كثير عم يعطوا هيك جمال للرقبه او للاذان او لاي شيء. طيب قبل ما نستعرض من شغلك اليوم، نحن بنعرف يمكن الاكسسوارات بتناسب فصول معينه بتناسب مواقف معينه، خبرينا اكثر هل في موضه اليوم دارجه للفصول؟ يعني ممكن نلاحظ فعلا انه لكل فصل في موضه معينه نحن لازم نتقيد فيها؟ هلا اكيد كل فصل في عندنا موضه معينه، مثلا بالشتاء بتكون اغلب اللبس هو قبات عاليه، فبنستخدم الاكسسوار اللي هو بيكون شوي مبين على الكنزه من فوق او طويل شوي مشان يبين، اما بالصيف مثلا بنلبس الاطواقيه اللي هي بتكون على قد الرقبه، ممكن نحط ثلاث اطواق سوا مشان هيك يبينوا، فكل فصل عن جد له شيء معين والوان معينه. خلينا هيك نستعرض شوي من النماذج اللي انت جايبتيها معك ونحكي عنها، كيف لحتى منين استوحيتي الفكره؟ مثلا هون عم نشوف قصص غريبه، نجوم وقلاده وخرز داخلين ببعض، كيف ممكن انه تستوحي هي التصاميم؟ من وين وقد ايه بتاخذ معك القطعه؟ هلا انا خلينا نشوف الثانيه كمان بما انه عذبناك يا يوسف. احكي لنا عن هدول النماذج. هلا انا بستوحي الافكار اغلبها تمام. من تصاميم عالميه للاكسسوارز، يعني بفوت وبشوف مثلا شو الداري شو طالع بالسوق اليوم، يعني شو عندنا شيء موضه، فبفوت وبستوحي الافكار، واكيد انا بكون جايبه الخرز وكل شيء قدامي فبقعد هيك وبقول شو بدي اعمل بهدول الخرزات، فبيطلع شيء يعني فعلا مطلوب او فعلا السوق طالبه، ولا والصبايا هلا عم تحب هذا الشيء، عم تحب انه تشبه الموضه العالميه انه تلبس اكسسوار مميز ويكون مطلوب حاليا بالسوق. طيب وكمان احنا عم نشوف لجانب هدول السناسل كمان عم نشوف في اساور وفي حلقات، كمان هدول الحلقات كثير دارجين، خبرينا عنهم اليوم. هدول الحلقات هن حلقات هن حديد مدخلهم بوليميرز تمام، فالبوليمير اللي بقلبهم كمان عم يعطوا هيك جمال للاذن لما تنحط هيك في البوليمير مع الحديد، مع يعني ما عدد حديد لحاله، البوليمير لما عم يتدخل عم يعطي هيك لون حلو وشيء حلو للاذن. والاساور يعني الاساور عم تكون هلا اكيد على البحر وهيك، فالصبايا عم تحب الالوان الازرق الصدف النجوم، فهلا اجباري على البحر هيك بحبوا.
طيب مايا، كمان عم نشوف في قصص هون هي اكسسوار للنظارة. هون مثلا كل القطعة قد ايه اخذت معك وقت؟ عم نشوف في كثير تفاصيل بهدول القطعة، في نجوم، في خرز، في هون فضة بس هيك سادة، هيك قطعة قد ايه اخذت معك وقت او عذاب وشغل؟ والله صراحة هن بياخذوا وقت منيح وبدها صبر كثير لحتى تطلع هيك قطعة، يعني عن جد لأنه بيكونوا مثلا مفرودين الخرز قدامي وبدي أعرف شو بدي أعمل، فيعني تقريبا بتاخذ شي 3 ساعات وأكثر يعني. طيب طلبات العالم والزباين ما بتساعدك أكثر إنه بيريحوكي أوف إنه أنا بدي أعمل على ذوق هي الصبية، فبترتاحي ولا بتحبي يكون هيك شي من تفكيرك على طول؟ لا هلا أنا إذا إجاني طلب أكيد بشتغل عليه يعني وبحب، بس أحيانا بحب أعمل شي مميز مشان يعني العالم تشوف على الصفحه انه لا انا هي القطعه اخذتها من مايا هاند ميد، يعني هي عاملتها انه هي مفكره فيها وعاملتها وانا حبيتها، فانه بحب انه انا اعمل شيء مميز والعالم تحب، فهيك بتشجع اكثر. تمام، بما انك ذكرتي موضوع صفحتك مايا هاند ميد، خبرينا اليوم اي مشروع مهما كان وخصوصا يمكن بالاكسسوارات او اي مشاريع الهاند ميد هي بحاجه اليوم لتسليط ضوء، فبتلاقي قد ايه مهم التسويق الصحيح اليوم لمشروعك ان كان من خلال صفحاتك على موقع التواصل الاجتماعي اجتماعي او ما بعرف اذا شاركتي ببازارات ومعارض معينه، خبرينا اليوم كيف عم تقدري اليوم تسوقي لمشروعك بطريقه صحيحه وبطريقه تخلي الناس اليوم تعرف شغل مايا على ارض الواقع. تمام، هلا انا بس اعمل القطاع بصورهم وبعرضهم على الصفحه، في عندي صفحتين على الفيسبوك وعلى الانستغرام. تمام، فبحاول انه تطلع القطعه يعني هيك احلى ما يمكن، لانه فعلا احيانا التصوير بيظلم شوي القطعه. تمام، انه ما بتطلع بلونها الاصلي. ايه، فبحاول انه اكتب تفاصيل عنها انه هي القطعه شو مثلا، من شو انا صنعتها، من شو عملتها، اذا فيها مثلا الومنيوم حديد كذا انه بيروح اللون او كذا او لا. ايه، فبحاول انه اكتب التفاصيل وصورها هيك منيح لحتى العالم فعلا تشوف لونها الحقيقي وكيف هي طالعه، وبعرضهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبشوف انه التعليقات والطلبات وهيك وشو بيصير معي. ويعني بصفحاتي انا يعني بحاول ركز اكثر شيء على الموديلات يعني فعلا الغريبه يلي ممكن انه تجذب، وبازارات اكيد شاركت لانه بحب انه كمان مشروعي يوصل لاكثر العالم على ارض الواقع غير بالصفحه، يعني وقت العالم مثلا تجي تمسك القطعه على ارض الواقع يعني بحس فعلا انه انا فرحانه. كثير تفاعل بينك وبين الناس أكثر. يعني فورا هيك مباشره بيناتنا، فكثير بنبسط. طيب معي اليوم بنشوف كثير من الصبايا والسيدات فوق انهم بيحتاروا شو يلبسوا، بنشوف في مبالغه كثير باختيار الاكسسوار، بنشوفهم لابسين كثير قصص وعاجقين الدنيا وممكن ببعض الاوقات تطلع حلوه، انت شو رايك كمصممه بالمبالغه؟ هلا المبالغه بلبس الاكسسوري بقول انه هذا كل واحد ذوقه، يعني ان في عالم فعلا انه بتلبس كثير جنازير وقصص وهيك وبتحط كثير، فانه بقول انه هن هيك يعني ما ذوقهم، يعني اجبار كل واحد عنده ذوق بالحياه، فانه لا انا بمشي حسب انه اذا هن حابين او هيك اي، فلا ما بقول لهم شيء. تمام، مشروع تصميم الاكسسوار هو رغم انه هو مشروع صغير ولكن محبب بشكل كثير كبير للسيدات، لاليوم كثير من الصبايا حابه انه هي تدخل بهيدا مشروع تبدع فيه، اليوم بتلاقي في اشخاص عم يراسلوكي كرمال يتعلموا هي المهنه، خبرينا اكثر. هلا اجباري اليوم الاكسسوارات صار كثير يعني مشروع يعني حلو ومهم وكل الصبايا عم تحب تعمل كمان. ومربح، فالصبايا عم تحب كثير انه تعمل اكسسوارز وتبيع، لانه فعلا هو غير انه مربح يعني صبيه فعلا اذا عندها مراء بالاكسسوار فعلا هي بتنبسط، ولما تبيع القطعه بتنبسط اكثر لانه هي عملت شيء بهيك صنع ايدها وهي قاعده ومبسوطه، ولما باعتها انبسطت اكثر، ففعلا هو مرغوب وصار هلا كثير مشهور وصارت صبايا كلها حابه وصار في كثير صفحات. فانا مشان هيك بقول انه كل صبيه بدها تفتح مشروع جديد انه تتميز بالشيء اللي عم تعمله وما تقلد حدا. يعني انا مثلا اليوم في 100 صفحه قد ما بدك، في صفحات كثير في تقليد وتسويق لبعض وترويج. تمام، اليوم الاكسسوارات يعني كثير، يعني هو اكثر مشروع يمكن فيه صفحات كثير كثير، يعني انت ما بتعرفي من بدك تطلبي يمكن. فلهيك كل صبيه اذا تميزت بالقطعه اللي عم تعملها فهي بتقدر انه تبيعها فعلا، اما اذا قلدت حدا ثاني فهي ما بتعد مميزه. طبعا اكيد بالنهاية إلك بصمتك الخاصة فيكي مايا، خلينا نحكي عن الاكسسوار اللي انت لابستي برقبتك، هو من شغلك انت، شو كمان خبرينا عنه أكثر؟ الاكسسوار اللي انا لابسته من شغلي هذا الطوق، هو حجر العقيق. تمام، انا فعلا كثير بحبه لهذا الحجر ودائما بعمل منه. والطوق الثاني هو طوق، اول شيء هو مطلي بالذهب ومحطوط له كف. تمام تمام، والكف هذا هيك يعني هيك انا بحبه
بحبه مع اذا طبقنا اثنين سوا بتحسي بيطلع احلى من هيك واحد لحاله. تمام، بما انه عم تحكي عن التطبيق خلينا هيك نعطي شويه نصائح للصبايا يلي بيحتاروا كثير، شو ممكن بدون ما يتعذبوا هيك نصائح ليكونوا ليكون الاكسسوار تبعهم هيك رايق وحلو بنفس الوقت مناسب لكل شيء. تمام، هلا نحن اذا بتحب الصبيه انه هيك تطلع رقبتها هيك ناعمه وحلوه، مثلا تختار طوق، اول طوق يكون هيك على قد الرقبه، وطوق ثاني اطول شوي، وطوق ثالث هيك، بس يكونوا طبعا ناعمين يعني وفيهم تعليقات هيك ناعمه مشان يبرز جمال الرقبه. وحسب هي مثلا شو لابسه، اذا لابسه شيء على بيج تختار شيء هيك نفس ما انا مثلا حاطه بيج مع بيج. مثلا اذا لابسه هي جينز، هلا الجينز كثير بيلبق عليه كثير شغلات، فكل الالوان هي بتقدر تحطها. فانه اذا بدها تتقيد حسب اللبس كمان ممكن، بس انه مثل ما قلت لك انه هلا الصبايا كمان ما عادت تقيدت باللبس، يعني صارت مثلا شوفي هدول الالوان صاروا ايه على كل شيء. ايه صح تمام، وحتى يمكن في كثير من الصبايا عم تعتمد الاكسسوار اللي فيه احجار من الطاقه، بتعتمدي عليهم اليوم؟ خبرينا اكثر. ايه هلا احجار الطاقه صراحه انا بحبهم يعني، بس انا ما كثير بشتغل فيهم. ما بعرف ليه يعني ما حبيت تمشي هذا الموضوع. لا تمام، يمكن خلال حديثك ذكرتي انه في مشاريع كثيره ولكن التميز هو الشيء الاساسي، طيب مايا اليوم شو اللي بيميزها بمشروع؟ خبرتينا انه انت ما بتشتغلي احجار طاقه، ولكن شو الخط يلي بتحاولي تمشي عليه اليوم بمشروعك ان كان كالوان او كتصميم؟ خبرينا. هلا انا الخط اللي بمشي عليه هو انه بركز على الاعمار، يعني مثلا انا عندي عمر صغير فبعمل اكسسوارز لهذا العمر، فيعني بتحسي هيك بيهدف لهذا العمر، فانه بعمل شيء مميز لهذا العمر المعين، فلما هذا العمر يشوف هاي الاكسسوري انه هي مميزه عن باقي الصفحات اللي عم تنعمل، وهي القطعه انا عندي شغله انه القطعه مثلا اللي بعملها بتكون لصبيه وحده، يعني خلص انه هاي القطعه ما عاد بتتكرر. انا في كثير صبايا بيحكوني بيقولوا لي انه عندك هاي على الصفحه موديل واحد انه اعملي لي منها، انا بقول لهم والله سوري ما بقدر، لانه عن جد انا بحب انه الصبيه تاخذ من عندي وما تشوف حدا ثاني لابس القطعه، يعني حتى ممكن اني اغير بالقطعه مثلا بالالوان كذا بالاحجار، بس انه نفسها تماما ما بتطلع كثير حلو. انا بحب هذا الشيء. ما بتزبط اكيد مايا. بالختام بدنا نتشكرك هيك، وكان ختامها مسك معك ومع التصاميم الحلوه هي والاكسسوار. شكرا لك مايا على ما اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، ميرسي على الاستضافه الحلوه. شكرا لك، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق ونجاح بحياتك. اهلا وسهلا. شكرا كثير.